أين ستستقبلنا العائلة في بيتها؟ قناة شروق تشرفوا كما كجرتونا وكرمتونا بمجيئكم. مرحبا بكم. عفوا عفوا خويا. مرحبا بكم. مرحبا بقناة شروق وفطوركم عندنا. مرحبا بكم. صعب على كل حال يعني باش توازي بين عملين. هو من الصعب انك يعني باش توازي بين العمل في الخارج والعمل في البيت. يعني عمل شاق ومتعب يعني خاصة مع الصيام. ما خاصة مع الصيام يعني الانسان ليله هو نهار. ما تفرقش بين الليل والنهار. يعني تو نقدر نروح نعيشوا معك شوية العمل الشاق تاعك في المطعم. تفضلوا بكل فرح وسرور. السيدة زكية معلمة تعود كل يوم من العمل إلى البيت من مهمة إلى أخرى. نصبح على 6:30 نوجد واش نوجدوا الصباح ونروح للعمل. نهار كامل سونزاري من 8 حتى 2:30 نروح إلى البيت. نعاود ندخل الكوزينة نحي نروح نصلي ندخل الكوزينة نبدأ مشاغل لرمضان. وعلى بالكم بلي رمضان يعني ملي يدخل الإنسان الكوزينة ما يخرج كامل. نبدأ نحضر الشربة نحضر الطبق الثاني. كذلك أنا راجلي ما يخلينيش ما يشريش الخبز. الخبز ما يدخلش للدار كامل. أنا راني نعجن كل يوم يعني الخبز راني نديره يوميا. تجتمع مع بناتها هنا لطهي الفطور. عندي بناتي الله يبارك هم اللي راهم رافدين معايا الحق الحمد لله. بنتي الكبيرة الله يسترها وهذه تقرأ هذه العام الجاي تقدم البكالوريا. وعندي بنتي الأخرى يتحضر في رسالة الماجستير. رغم الحرارة والصيام والتعب إلا أنها على قدم وساق لتحضير المائدة بما لذ وطاب من المأكولات. هذا الشربة كما نقولوا احنا الجاري شربة تاع فريك. هذا الطبق الثاني. هذا الطبق الثاني والطبق الثالث. حرارة مرتفعة لكن واش نحب هذا. أنا احنا ما نشريوش الخبز من برا. احنا نشريو ناكلو خبز الدار. هذه هي. تشاركها في تحضير المائدة أيضا بناتها اللاتي عزمن على مساعدة والدتهن. والله العظيم يعني منحين عليا أكثر المهام. رمضان كوم دابيتود كوزينة نوض الصباح مع بين صلاة الفجر بين نقرا شوية قرآن. بعد أبري قرأ قرآن بين واحد مع الدار مع التكفاض مع الشغل تاع الدار. أبري أنا عندي نقرا كتب نقرا روايات حوايج عندها بالتخصص روايات عالمية ولا روايات محلية. وأبري ندخلوا الكوزينة كما تشوف مع السخانة كوزينة وبعدها الفطور سهرة. هذا رمضان. بورك دي سيجار تاع لي بورك فيهم بولي وفيهم فرماج رابيز يوتون ومعدنوس. انا اللي نسكر الفراغ كي تعود ماما ما كانش حتى كي تروح تعبانه من الخدمه دير شوربه ودير كسره بين دوزيام بلا وبين لي سالاد والحوايج هذو كامل بين نديرهم انا. تحضر ساره بعض الحلويات التي صنعتها بيدها. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم كامل من صعيد. هذه سالاد مودرن فيها كلش فيها خيار فيها سالاد فيها بيطراف فيها طون فيها مايونيز. هذا البوريك درنا سيجار وتريانجل. هادو لي فولفون بات فيوتي فيهم طون فيهم فرماج. وهذو كيما قلت لك لي تارتوليت تارتوليت سيترون بلا ميرينغ وتارتوليت فريز ولي بابا. ام اختها الصغيره فهي ايضا لها مهمه موكله بها. كيما ما تشوفوا انا مع رمضان وانا ندير في الديول تاع البوراك. بون رمضان نديك شغل نتعاونوا مع بعضنا نديروا انا ندير غير حوايج خفاف بزاف شغل نيتواياج وفايس ماشي بزاف. ولا كي تخص حاجه نجي نعاونهم باسكو كاينه ماما وخياتي لي دو هما اللي يقوموا بالشغل كاع. لازم نعاونوها باسكو تخدم وتجي بزاف عليها. لازم تعاونيها. اي لازم نعاونوها ونربحوا دعوه الخير من عندها ان شاء الله. نترك الوالده وبناتها في المطبخ الى حين ونعرج على الوالد وابنه في قاعه الضيوف. نقراو على القران هنا في كل يوم ندير ورد زوج حزاب كل عشيه حتى انا نختم 60. الظروف ما تخلينيش باش نقرا اكثر. والعمل شاقك تعرف نخدم نروح ونرجع ونقعد نخدم 20 يوم ونجي نقعد 5 ايام هنا. وانا عليا نجيب نشري السميد ومن هنا ولا نسيسر البنات وامهم هما قايمين كلش. يتعبوا سخون الحال صورتو الكوزينه كي تعود الكوزينير تمشي بالطابونه والطاجين من هناك تعرف صعيب. احنا مازلنا محافظين على عادات وتقاليد نتاعنا تاع قبل. انا راني نفركتك شو ملقاك سرت على الرغده نديروها. انت تقول يا راجل حبس. الوالدة تخدم كما تخدم في المدرسه ما قالت ما كملوش وما داتش العطله يعني تمشي صباح تقري ساي ما تقري تتعب وتجي في الدار تكمل تخدم. وخواتاتي في الكوزينه فيها شنطاج كبيره وتعب وسخونه ياسر.
يعني يخليهم جعانين يحسوا بالتعب الاخر، ورامي يقوموا بينا ويديروا في الواجب تاعها. انا بالنسبه لي انا جاني شوي واعر مع دقائق الاخرى، نحس بالجوع والتعب هذيك، نولي نرقد انا حتى يذنوا نوض. بعدها نعود للمطبخ، فقد اقترب موعد الاذان. عبد الرحمن ايضا له نصيب من العمل. حان الآن موعد الإفطار. هيا بنات وذنب. تجتمع العائلة مثل ما تعودت عليه كل يوم في جو حميمي، ونشاركهم نحن أيضا في الفطور معهم. نتمنى لكم صيام مقبول وذنب مغفور وأجر مثبت إن شاء الله. هو يوم صعيب صح، بس ختمناه بجلسة عائلية رائعة، والله راحت هذاك التعب وريحت كلش. اسعدتمونا يعني بمجيئكم يعني، وزدانت مائدتنا يعني بوجودكم وحضوركم. بعد الانتهاء من الفطور توكل مهمه اخرى للبنت الصغرى. هذا هيطار تحبوا واحد عطيه يغسل الماعن. لنغادر نحن في انتظار يوم جديد.